السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. أهلا بحضرتك. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك حكم التجارة في أدوات الميك اب أو المكياج، وخصوصا إذا كان الغالب من يستخدمها من المتبرجات، هل حلال أم حرام؟ سؤالي لك. نعم. زوجتك تستعمل مكياج ولا لا؟ نستعمل. طيب، إذا في ناس كثير مثل زوجتك فلا نستطيع أن نحرم، إنما نحرم الاستعمال الخاطئ، لا بأس بالتجارة فيها. السلام عليكم.